بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بداية باسمي وباسم أعضاء جمعية آفاق بمسجد فيسي بكادي ماركو أشكر جميع الإخوة الأفاضل الذين أنفقوا على بيت الله وتفاعلوا مع هذه الحملة المباركة في تسديد ديون مسجد فيسي، وأن يجعلها الله في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أذكر إخواني أن حملة التبرعات وجمع التبرعات لا زالت مستمرة بإذن الله إلى نهاية السنة، حتى نستطيع بإذن الله أن نوصل هذا الخير وهذا الأجر لجميع المسلمين في هذه المنطقة وخارجها. فإخوتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فإخوتي في الله، تعاونوا معنا على إيصال هذه الرسالة إلى أكبر عدد من المسلمين حتى يعم الأجر على الجميع. إخوتي في الله، يجب أن نستثمر هذه المناسبة مع الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يجب أن يستثمر هذه المناسبة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاستثمار الحقيقي. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فإخوتي في الله، أدعوكم إلى نشر هذه الحملة إلى جميع المسلمين في هذه المنطقة حتى يعم الأجر على الجميع. وحفظكم الله ورعاكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.